بيوتي باي ليلى عبيد. بونجور ليلى. بونجور. كيف اليوم؟ سبا. اليوم بدنا نحكي جوي اووردز، بدنا نحكي عن الاطلالات الحلوه يلي كانت بهالحفل الكبير. عادة لما بيحكوا اطلالات دائما بينحكى عن الاطلالة السيئة ووين كان في اخطاء. انا يعني تعودت اني اطلع بس اختار الاحلى شيء وعلق على شو اللي حبيت، لانه حقيقة وكأنه نحن بأرب وورلد فاشن ويك، مش أرب فاشن ويك او وورلد فاشن ويك او اي شيء كان فيه جمال، كان فيه هالتطلع نحو اللافندر كاربت، السجادة الخزامية قد ايه حلوة. يعني كان فيه شيء كتير جديد، بس في شيء كتير رويال، في شيء كتير بيلفت وبيترك هيك قد ايه حلو هالبلد هالرياض. تحية للمملكة العربية السعودية بهالإيفنتس اللي عم تنعمل وبهالكمية من حضور السليبرتيز ما بين العالم العربي والعالم. في يقول انه glowing sparkling golden gowns black velvet او midnight black velvet dresses كتير كان في هيك chunky earrings jewelry عم تكون كتير rich وكتير بتطلعي فيها قدي هال diamond classy look كان. At the same time كان في اشياء جديده، ترندز جديده، كنا عم نشوف الهيد دريسز هيك متاخذ من روحيه المملكه العربيه السعوديه، الفيل هيد دريسز حتى، وكان في كثير جميل باللوك يلي اتصف وكانه تانت سكين هيك لون الجسم برونزي شوي بالأكترية، الجسم كان كتير مشغول عليه، ما كان في كتير أخطاء نشوفها، وبزيت الوقت بتشوفي السموكي آي ميك اب والكراميل هيك كأنه كريمي كراميل لبستيك وتاند سكين مثل ما قلنا، حتى بال على السكين يلي كان كتير all over natural glowing beautiful لتوصل يلي strappy heels يلي بيلفتوا golden بالأكترية. يعني بتحتاري وين بدك تشوفي الجمال قدي كان حلو، و بلانشد نيك بتشوفيها هيك حلوه كثير لما بنشوف كانه العنق هيك داخل بقلب هالفي نيك الطويل، الستراپي رابت اباوت بالدريسز كانه لافي فلفي ديزاينر. كان في ديزاينرز عالميين ولكن برز كثير ديزاينرز العرب واللبنانيه بالتحديد. رح نبلش نشوف بالصور كيف في يعني شو اللي لفت كثير بهالايفنت الحضور المميز، وبدءا من هون بدي بلش علق على بعض اللوكس ما بين بيفور اند افتر. بتعرفي الجوي اووردز مرق بثري سيزونز، هون عم نشوف الفيلفت والاختلاف بالديزاينرز كيف اشتغلوا على الديكولتي. بتلاحظي الفرق ما بين داليدا والدارك ميد نايت بلو يلي عم نشوفه جميل بالاتجاهات اثنين، وهيك بتشوفي الشعر، ترتيب الشعر، الميك اب، الالوان ما بين البرونزي مع الزيتي والهيك بيجي بينكي مع الميد نايت بلو. هيدي بدايه لننتقل للتعليق على ننتقل لتاني صحيح تاني لوك بس بعد هالوقفه. يلا من
نرجع لبيوتي باي ليلى عبيد، منشوف الجوي اووردز اللوكس الرائعه اللي كانت بهالحفل، شو رح نشوف هلا؟ خرجونا نشوف. اوكي، مرقت المقارنه لحتى نضلنا نحكي عن اللوك والاشياء اللي بتلفت، انه كيف بيتم استخدام الفيلفت ماتيريال، ولاحظنا السنه كان في كثير لونج سليفز وهيدا شيء حلو كثير، والطابع الاهتمام بالمملكه والاشياء هيك يلي بتلفت يلي هي الديسنسي. لما منتابع لللوكس نحن عنا كتير صور لنشوفها اليوم، أحيانا بتكوني عم تحطي المقارنة لحتى نحكي لما منقول فيلفت دريسز. الفيلفت دريسز لما استخدم فيها كمان الهيد دريس، لما شفنا مع جورجينا رودريغيز، لاحظي هون الهيد دريسز عند جورجينا وكأنه فينا نسميه فيل دريس. ما فيك مايا دياب ما تسحرك دايما بلوك جديد. لما عم نحكي عن هيد دريسز عم نشوف مايا دياب كتير حلو اللون اللي اختارته، الفستان جميل جدا، والهيد دريس كأنه الكونتينيوتي فيه حبيتها كتير، مثل ما حبيت عند داليدا كتير حلو فستان جورجينا، لكن التك إن تحطي الفيل بقلب الفستان هيدا هيك نقطة شوي أنا ما كتير بحبها، بحب يكون في كونتينيوتي ولكن رائع وحلو الميكس أن ماتش بين الماتيريال والفيل. بس شوفي عند داليدا خياطة الفستان كيف مكمل الهيد دريس، خياطة الفستان لما منشوفها عند مايا دياب كيف كمان مكمل، جميل جدا عند جورجينا، ولكن برجع بقول هيك كأن بيوحي لي انه يكون في استمرارية مش تك اني كتير بالفيل. لنكمل بالدريسز يلي رح نشوفها اليوم يلي هي كان لها جورجينا، شوفي البؤسدو بالفستان بال يعني هون اللوك عربي اكثر، عربي اكثر، بس لاحظي كيف انه كانه داخل على الفستان هيك، مش كانه خياطته، ولكن جمال الجلوفز وطول الجلوفز شو حلو مثل ما عم نشوف، الميد نايت بلو يلي عم تشوفه بالماتيريال، الستراپي شوز لما عم تشوفهم جولدن سيلفر وين ما عم تشوفهم جميلين جدا. لحتى نتابع ليه لفتني المكياج كتير، لأنه أخذوا روحية دافية يعني عملوا هالتان الأكثر شوي اللي هو برونزي شوي، السموكي كان شوي هيك على مارون أكثر، كان في إضاءة كتير بالوجه، وبزيت الوقت الليبستيك ما شفنا كتير فلاشي أحمر وفوشيا، كنا عم نشوف هالكريمي الحلوة. رح ناخذ وقفة ليلى ونرجع نتابع.